لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهم على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره من أدلته على وحدانيته وحججه عليكم على أنه إله كل شيء أن يرسل الرياح مبشرات بالغيث والرحمة وليذيقكم من رحمته. قول ولينزل عليكم من رحمته، وهي الغيث الذي يحيي به البلاد. سمي المطر رحمة لأنه برحمة الله نزل، وهو خلقه الله عز وجل أثر من آثار صفته الرحمة. أما المطر ذاته فهو رحمة مخلوقة، سميت رحمة الله تشريفا، إضافة ملكية وتشريف. قال: ولتجري السفن في البحار بها بالريح بأمره إياها ولتبتغوا من فضله. يقول: ولتلتمسوا من أرزاقه ومعايشكم التي قسمها بينكم ولعلكم تشكرون. يقول: ولتشكروا ربكم على ذلك أرسل هذه الرياح مبشرات. أن أرسل عن مجاهد الرياح مبشرات قال بالمطر، وليذيقكم من رحمته قال مجاهد المطر، عن قتادة وليذيقكم من رحمته قال المطر. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. يقول تعالى ذكره مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يلقى من قومه من الأذى، من الأذى فيه في الله، بما لقي من قبله من رسله، من رسل الله من قومهم، ومعلمه سنته فيهم وفي قومهم. مسليا نبيه ومعلمه سنته فيهم وفي قومهم، وأنه سالك به وبقومه سنته فيهم وفي أممهم. ولقد أرسلنا محمد من قبلك رسلا إلى قومهم الكفرة، كما أرسلناك إلى قومك العابد الأوثان من دون الله، فجاءوهم بالبينات يعني بالواضحات من الحجج على صدقهم وأنهم لله رسل، كما جئت أنت قومك بالبينات فكذبوهم كما كذبك قومك.
وردوا عليهم ما جاءوهم به من عند الله كما ردوا عليهم كما ردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك فانتقمنا من الذين أجرموا. يقول فانتقمنا من الذين أجرموا الآثام واكتسبوا السيئات من قومهم ونحن فاعلوا ذلك كذلك بمجرمي قومك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول ونجينا الذين آمنوا وصدقوا رسله إذ جاءهم بأسنا وكذلك نفعل بك وبمن آمن بك من قومك وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين ونحن ناصروك ومن آمن بك على من كفر بك ومظفروك بهم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. يقول تعالى ذكر الله يرسل الرياح فتثير سحابا فتنشئ الرياح سحابا وهي جمع سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. يقول فينشره الله ويجمعه في السماء كيف يشاء. الآية الأولى في إرسال الرياح بنزول المطر، هنا في أمر الرياح بتكوين المطر. الرياح هي التي تثير السحاب. سبحان الله، يعني الله عز وجل ذكر أمر الرياح مرتين، مرة في نزول المطر وذلك أنه الأمر الذي يتشوق إليه الناس، ثم أمرهم أن يتدبروا في كيفية إنشاء الرياح، كيفية إنشاء الله المطر بالرياح. وفي ضمن ذلك ذكر إرسال الرسل، وذلك أن حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الماء. الماء تحيا به أرضهم ونباتهم وحيواناتهم وأنفسهم، وأما ما جاءت به الرسل فهو الذي تحيا به قلوبهم ويقول إلى الحياة الأبدية. يقول فتنشئ الرياح سحابا وهي جمع سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء. يقول فينشره الله ويجمعه في السماء كيف يشاء. وقال فيبسطه، فوحد الهاء وأخرجه مخرج كناية المذكر. والسحاب جمع كما وصفت ردا على لفظ السحاب لا على معناه، يعني المذكر هنا رد على لفظه لا على المعنى. المعنى سحابة وسحابة 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 سحابات، لكن اللفظ لما ذكر مذكرا أعاد عليه الضمير. والعرب تجمع كثيرا الرجال جمع المذكر على لفظ مؤنث، وتجمع المؤنث على لفظ مذكر. يعني تقول قالت الرجال، الرجال جمع إيه؟ رجل. ممكن تقول قالت الرجال، فعلت الرجال ذلك، كسبت الرجال ذلك. ليه حطت لها التاء دي؟ ليه؟ لأن اللفظ يكون اللفظ نفسه. قال نسوة في المدينة، يقول ردا على لفظ السحاب لا على معناه، كما يقال هذا تمر جيد. والتمر جمع إيه؟ تمرة وتمرة 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 وتمرة، كلهم تمرات. فهنا اللفظ صار إيه؟ مذكرا، إن الأصل في التمرة أنها إيه؟ مؤنثة. فيبسطه، قال قتادة، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجمعه، ينشره ويجمعه، ويجعله كسفا. يقول ويجعله، ويجعل السحاب قطعا متفرقة عن قتادة، ويجعله كسفا أي قطعا. وقوله فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله، يعني من بين السحاب. وذكر السند عن قتادة ولم يذكر، وأظنه لم يذكر ما قاله، إنما أظنه قال الودق يخرج من خلاله، المطر يخرج من بين السحاب. عن عبيد بن عمير قال الرياح أربع، يبعث الله ريحا فتقم الأرض قما، تقمها يعني تكنسها، ثم يبعث الله الريح الثانية فتثير سحابا فيجعله في السماء كسفا، ثم يبعث الله الريح الثالثة فتؤلف بينه فيجعله ركاما،
ثم يبعث الريح الرابعة فتمطر. عن مجاهد: فترى الودق قال القطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فإذا صرف ذلك الودق إلى أرض من أراد صرفه إلى أرضه من خلقه رأيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون. سبحان الله، الأمر ده كأن احنا من أجل يعني جريان نهر النيل مش متشوفين للمطر كما يتشوف الناس. الناس عايزة تشتي عشان يبقى المنظر حلو كده والدنيا ايه يعني، لكن الحقيقة انه كمصدر للحياة فهذا عندنا، مع انها لو نفكر نلاقي النهر النيل لا يجري الا بالمطر ايضا، يعني لو المطر قل هناك نبص نلاقي الدنيا بقت صعبة جدا. بس تعود الناس فعلا، نهر النيل من اكثر الانهار بركة في العالم لانه اصلا من انهار الجنة، فمستمر على الدوام. أشياء الجنة لا تنتهي. الحديث يقول أن النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة لا تنتهي. قال: لو تناولته القطف بالعنب، لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. فإحنا سبحان الله بنشرب من نهر النيل ما يظل ما بقيت الدنيا، لأنه إيه أصله من الجنة. بس سبحان الله له أسباب، هو نزول المطر. شعور الناس في الصحارى بأن المطر ده حياة وبدونه يهلكون، كأن المعنى ضعف عند في شعورنا. يمكن أن تذكر هذه الآيات ضمن آيات الإعجاز العلمي في القرآن في كيفية يعني تكوين المطر من الرياح التي تثير سحابا من البحر كما ذكر ابن كثير، ومن المياه التي في الأرض. فيعني هذه الريح التي تثير السحاب، السحاب يتكون من خلال إثارة الريح له من على وجه الأرض. الله أعلم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يقول تعالى ذكره: وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده من قبل أن ينزل عليهم هذا الغيث من قبل هذا الغيث لمبلسين، يقول لمكتئبين حزينين باحتباسه عنهم. عن قتادة: لمبلسين أي قانطين، ليس فقط الكآبة، يائس من الحياة إذا كان بلا مطر. واختلف أهل العربية في وجه تكرير من قبله، وقد تقدم قبل ذلك قوله من قبل أن ينزل عليهم، فقال بعض نحوي البصرة رد من قبله على التوكيد. القول عندي في قوله من قبله على وجه التوكيد. الوجه الثاني لو لم يرجحه يقول أن مع من قبل أن ينزل عليهم حرفا ليس مع الثانية، قال فكأنه قال من قبل التنزيل من قبل المطر، فقد اختلفت. في الحقيقة القول الثاني ده يعني كأنه يقول إيه، الأولانية للمطر والتانية للتنزيل. تنزيل ده فعل الرب سبحانه وتعالى أنه أنزل المطر، والتانية في المطر نفسه من قبل المطر نفسه، وهما متلازمان. لذلك قال أنه للتوكيد، هذا قوي. فانظر إلى يعني طب ايه فايده التوكيد كده، المقارنه بين تذكير الناس بحالهم قبل نزول المطر. تفكر اللحظه قبل، تفكر قبل كيف كنت، لان الناس لما ياتيها الخير بتنسى، وامر كانه حق مكتسب. وانما يتذكر لحظات الحاجه والفقر والضعف، نسال الله العافيه. هذه فيها معظم حاجات البشر، عندما تحصل له الحاجه ينسى ما كان قبل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. اختلفت القراء في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله، قرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين إلى آثار رحمة الله. على التوحيد معنى فانظر، التوحيد يعني مفرد يقصد. فانظر يا محمد إلى آثار الغيث الذي أصاب الله به من أصاب من عباده،
كيف يحيي ذلك الغيث الأرض من بعد موتها؟ قرأ ذلك عامة قراء الكوفة، فانظر إلى آثار رحمة الله على الجماع، جمع يعني. اللغة اصطلاحاتها بتتغير من زمن لزمن، يعني الجماع على الجمع نادر استعماله عندنا جدا. تقول ايه ده جمع وده مفرد، لما بنقولش احنا على المفرد التوحيد ولا على الجمع ايه الجماع. بمعنى فانظر الى اثار الغيث الذي اصاب الله به من اصاب، كيف يحيي الارض بعد موتها. والصواب من القول في ذلك انهما قراءتان مشهورتان في قراءة الامصار متقاربة المعنى، وذلك ان الله اذا احيا الارض بغيث انزله عليها فان الغيث احياها باحياء الله اياها به، واذا احياها الغيث فان الله المحيي به. فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب، مع انه فسر حاجة ثانية. هو القراءتين ليس معناهما متعلقا بقضية الاحياء، المعنى هنا ذكر المعنيين اللي هو كيف يحيي الأرض، يحيي الله الأرض ولا يحيي المطر الذي هو الرحمة رحمة الله الأرض. يقول الاثنين متلازمين، فإن الغيث أحياها بإحياء الله إياها به، وإذا أحياها الغيث فإن الله هو المحيي به. فتأويل الكلام إذن، فانظر يا محمد إلى آثار الغيث الذي ينزل الله من السحاب، كيف يحيي به الأرض الميتة، كيف يحيي بها بالمطبر بالرحمة الأرض الميتة، فينبتها ويعشبها من بعد موتها ودثورها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، يقول جل ذكره إن الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث لمحيي الموتى من بعد موتهم وهو على كل شيء قدير. هذا يرجح أن فاعل يحيي الله عز وجل، وهو على كل شيء على مع قدرته على إحياء الموتى قدير، يعني ليس على إحياء الموتى فقط بل على كل شيء. لا يعز عليه شيء أراده ولا يمتنع عليه فعل شيء شاء سبحانه. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، يقول تعالى ذكره ولئن أرسلنا ريحا مفسدة ما أنبته الغيث الذي أنزله من السماء. فرأى هؤلاء الذين أصابهم الله بذلك الغيث الذي حيت به أرضهم وأعشبت ونبتت به زروعهم ما أنبتته أرضهم بذلك الغيث من الزرع مصفرا، فرأوه الزرع مصفرا قد فسد بتلك الريح التي أرسلناها، فصار من بعد خضرته مصفرا، لظلوا من بعد استبشارهم وفرحتهم به يكفرون بربهم، يعني يكفرون فلم يشكروا نعمة ربهم إذا يعني أرسل عليهم ريحا نافعة، وإذا أرسل عليهم ريحا مفسدة لزروعهم كفروا ونسبوا إلى الله الظلم ونحو ذلك، كما يقع من كثير من الناس عندما تصيبهم مصائب فيجزعون ولا يصبرون. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.